مع بدء سريان هدنة الأيام الأربعة التي تترافق مع الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل أسرى في السجون الإسرائيلية، صمتت أصوات المدافع والطائرات الحربية. أعتقد أن هذه الأيام المسمى بالتهدئة هي مطلوبة لمحاولة لملمة الجراح ومحاولة إعادة ترتيب أوضاع الناس على المستوى الإنساني والاقتصادي، حيث أن النازحين من المناطق الشمالية ومن مدينة غزة يعيشون ظروف مأساوية للغاية لا يمكن وصفها في القاموس الإنساني. ورغب كثيرون صباح الجمعة بالعودة لمعرفة هل ما زالت منازلهم صامدة، لكن طائرات حربية إسرائيلية ألقت فوق جنوب قطاع غزة منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالا. أعتقد الانتقال من رفح إلى غزة في الوقت الحالي، لأن هناك إعلان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحظر ويمنع على المواطنين سكان مدينة غزة والشمال التوجه، المتواجدون في الجنوب التوجه إلى مدينة غزة أو شمالها. هذا الإعلان قد يترتب عليه بعض الصعوبات والعوائق والمعيقات. وشهد قطاع غزة على مدى 48 يوما ضربات إسرائيلية عنيفة من غارات جوية وقصف من المدفعية ودبابات منتشرة عند حدوده الشرقية وسفن حربية من الغرب. وبدلا من أصوات القتال حلت زحمات سير وأبواق السيارات في الشوارع. التهدئة احنا بننظر لها يعني كتنفس من 45 يوم او 48 يوم الضغط اللي مضوا علينا كمواطنين غزيين. انا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا، كنت اتمنى ان تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان اروح اشوف بيتي المهدوم واشوف ايش الاشياء المتبقية منه. ويعتبر الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة منطقة قتال وامر كل المدنيين بمغادرتها. موضوع التهدئة اللي عن خلال 4 أيام يعني أجت صحيح متأخر كتير، لأنه صار عندنا خسائر كتير، وهذه خلي الناس تشم نفسها وتقدر تتحرك وتأكل وتشرب، لأنه عندنا الوضع صعب وجميع كل أهل الشمال في رفح لا كان عندهم أكل ولا عندهم شرب ولا عندهم أي حاجة. فهذه إن شاء الله تكون فرصة إنه الناس تقدر تتحرك وتعيش، وممكن إن شاء الله تكون مقدمة لتهدئة شاملة. وستدخل 200 شاحنة مساعدات يومياً بحسب الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية. هي شيء يعني مؤقت ولتسيير أعمال الناس للهدوء شوي، للراحة من الإزعاج، من الفوضى، من الدمار، من الخراب، راحة نفسية، راحة بدنية للأطفال، للرجال، للشيوخ، للنساء. وكانت حركة حماس شنت في 7 من تشرين الأول أكتوبر هجوما غير مسبوق تسبب بمقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون بحسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزة منذ الهجوم. مذ ذاك انقلبت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تنفذ إسرائيل قصفا مدمرا أوقع قرابة 15,000 قتيل بحسب حكومة حماس، بينما تضررت أو دمرت أكثر من نصف المنازل بحسب الأمم المتحدة.